متابعين صباح اليوم، بحييكم مجددا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. وصار جاهز معنا دكتور سامر نعمي، اخصائي بامراض الرئه والعينيه المركزه. صباح الخير دكتور نعمي. صباح الخير لك وللمشاهدين. اهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور البداية خلينا نبلش إذا بدك، كان عنا لقاء هلأ مع الممثل وجيه صقر اللي انصاب أول مرة بكورونا وبعد 5 أشهر انصاب للمرة الثانية. هون شوي مدخل إذا بدك على الشق الأنتاي باديز، ليش شفنا إذا بدك هالإصابة السريعة ومثل ما قال إنه ما في مناعة طلع بجسمه؟ هلا قصة المناعة بالتهاب الكورونا فيروس بعد فيها كتير ديبيت. اخر الستاديز اخر الدراسات بتفرجي انه كل الاشخاص اغلبيه الاشخاص يلي راح يلقطوا الكورونا فيروس حيعملوا نوع من المناعه، بس مش كل المناعه بتبين بفحص الدم، في كذا نوع من المناعه. اذا شخص عمل فحص الانتي بوديز بعد فتره لازم يعملوا بالقليل بعد 3 تو 4 ويكس 3 ل 4 اسابيع ليبينوا الانتي بوديز. اذا هذا الفحص كان ايجابي بينوا الانتي بوديز على فحص الدم، بيعني انه هذا الشخص عنده مناعه على الكورونا فيروس. بس اذا ما بين بوزيتيف، اذا بين نيجاتيف، الدراسات بتقول انه مش معناتها ابدا ما في مناعه، في انواع، في نوعين من المناعه، مش كلهم ببينوا بفحص الانتي بوديز. سو هل بيعني انه كل حدا عنده مناعه مش رح يرجع يلقط الفيروس؟ هذا سؤال ثاني كمان ما في اجوبه واضحه عنه. بس هلا عم نسمع كثير على الميوتيشنز، على نيو فيرينتس للكورونا فيروس. سو اذا الشخص لقط اول مره سترين، يعني نوع من الكورونا فيروس وعمل مناعه عليه، هو معرض يلقط نوع ثاني. ما بنعرف قديش هول الانتي بوديز بيحموه على الفارينتس الثانيين، بس الدراسات بتقول انه على الارجح يعملوا له بارشل بالقليل حمايه جزئيه ضد هذا الفيروس بشكل انه ما يجي بشكل قوي عليه مره ثانيه. بس بعدها كلها دراسات مش كونكلوسيف على الاخر. نعم. زي الشيء على قصه الفاكسان، يعني هي لانه بتعتمد على نظريه الانتي بوديز. صحيح، رح نوصل اكيد لخبريه اللقاحات وغيرها. طب دكتور بتسمع من المريض كورونا يمكن اذا عمل تيست لانتي بوديز انه بيقول لك انه اذا طلع بوزيتيف لنعتبر انه عنده مناعه، ايه ممكن انا اكون محمي شيء 6 7 أشهر او شيء 7 8 أشهر. طب هون اكيد للتوضيح لكل المرضى لحتى يعرفوا، لانه في تيرمز ميديكال ما بنفهم فيها ما بنعرف فيها، خلينا نوضح الصورة أكثر، كيف ممكن نعرف نحن قديش محميين والمدة؟ كمان نزل كذا دراسة، أول فترة من البانديميك انحكى إنه اللي عنده أنتي بوديز بيروحوا بعد 3 أشهر. مؤخرا نزلت دراسة جديدة إنه ممكن كثير هالأنتي بوديز يضلوا 8 أشهر 8 مانث. بعدها لهلا الأمور مش واضحة. بس شو يعني اذا الشخص عنده انتي بوديز، هول المضادات ضد الفيروس، هول المضادات لما يجي فيروس عن جديد رح الجسم يحاربه ومش حيعمل له التهابات قويه، مش حيعمل له حتى انفكشن. بس ممكن يروحوا مع الوقت، الديوريشن يعني الوقت اللي معتمد عليه بعد مش واضح. اول شيء كان يقولوا 3 أشهر، هلا عم يقولوا 8 أشهر. في دراسات تانية بتقول فور لايف، لمدى العمر. يعني هول الدراسات ما في ولا دراسة كانت لارج انف كبيرة لدرجة تقول انه طلعنا منها خلاصة evidence based مثل ما بيقولوا، يعني مع arguments strong enough يكونوا فعلا جازمين من هالناحية. نعم. طب اللي يعني اللي اكيد عمل تيست الكورونا رجع يعني انصاب عمل تيست طلع نيجاتيف، ممكن يحمل هيدا الفيروس وينقله بس ما يفتك بجسمه ولا لا محمي؟ كمان عن جديد ذات الشيء هلا عم ينحكى لانه باللقاح انه اللي اخذ اللقاح وصار محمي وعنده الانتي بوديز، هل بيقدر يلقط الفيروس وينقله لغيره من دون ما هو يعمل عوارض؟ هذا الشيء لهلا ما له جواب. بس انثيري الشخص رح بيقدر يلقط الفيروس وينقله، بس انا ما عم بجزم شيء لانه بعد دراسات مش جازمه. مش يعني رح اقولها بطريقه ثانيه، ما في عندنا هلا حاليا شيء بيقول انه الشخص اللي عنده انتي بوديز ما بيلقط الفيروس ابدا وما بينقله لغيره. اللي بنعرفه انه هول الانتي بوديز اذا لقط الفيروس رح يكونوا حاميينه، رح يحاربوا الفيروس، مش رح يعمل عوارض،
مش رح يعمل التهابات، بس بعد ما بنعرف اذا هذا الشخص رح يكون لقط الفيروس ونقله لغيره وهو مرق عليه بلا ما يحس بشيء. بعد لهلا كمان دراسات مش جازمه 100%. لهيك هذا الشيء بخوف اكثر، انه ما في شيء مثبت علميا وما في بعد دراسات توصلنا لحل اخير، لهيك لازم الناس حتى اللي انصابت اول مره تنتبه لما تتعرض للاصابه ثاني مره. طب دكتور نعمه، بالنسبه للشخص اللي انصاب بكورونا عمل التست وطلع بوزيتيف، تست البي سي ار، فينا نوضح شوي يعني على التست في عندك نسبه اللي هي السي تي، خلينا نقول في ناس ما بتعرف انه هي باول اصابه باخرها، فينا نحكي عن المعدل لنوضح هالمعلومات اكثر؟ نعم، حال حدا بيعمل بي سي ار تيست حيكون بالريزلت في شيء اسمه سي تي اللي هو سايكلينج ثريشولد او سايكلينج فريكوينسي. شو بيعني؟ بيعني انه قديش الماشين اللي عم ينعمل على البي سي ار قديش بدها سايكلز لتلقط، حبستها بهالطريقه، لتلقط الفيروس اللي موجود بالسامبل. كل ما يكون السي تي او هذا الرقم عالي، يعني كل ما يكون الماشين بدها تعمل سايكلز اكثر لتلقط الفيروس، معناتها في كميه فيروس قليله بعدها بالجسم. عالي عم نحكي لحديت حسب كل مختبر شيء، بس بين ال 35 وال 40 ماكسيموم بالمختبرات هو لل 40 تقريبا، بس اراوند 35 هو الثريشولد. سو لما يكون عندنا سي تي 35 يعني الشخص عنده كميه فيروس قليله، بس هيدا بخبرنا شغلتين، او الشخص بعده مبلش الانفكشن، يعني هلا بعده لاقت الفيروس والفيروس بعد ما عمل ريبليكيشن، بعد ما تكاتر بشكل كافي ليبين كميته بالسامبل، او الشخص كان لاقت الانفكشن وهلا الفيروس عم بيطلع من جسمه، مشان هيك الرقم السي تي عالي، يعني كميه الفيروس قليله. هذا الشيء الوحيد اللي بنقدر نستفيد منه من السي تي. بينما اذا بيقدر يقول كثير مرضى السي تي تبعنا 20 و25 وشو يعني وهل لازم نخاف، هذا الرقم ما بيعني شيء، ممكن يساعدنا لناخذ فكره كم نهار صار له الشخص انفكتد. يعني بنقول تقريبيا اذا حدا عنده السي تي بالعشرينات مش راح يكون امبارح لقط الانفكشن، يمكن بدها كم نهار ليرجع يعاود التست وينزل السي تي. صح، الا اذا حدا تنشا كميه كبيره من الفيروس، مثل الهيلث كير براكتيشنرز نحن مثلا لما نكون بكلوز كونتاكت مع مريض عم نعمل انترفنشن، اذا تنشانا ايروسول يعني كميه كبيره كمان من الفيروس، ممكن السي تي يوطى بسرعه. مشان هيك السي تي ما لازم نتكل عليه كثير، ما لازم العالم يخافوا اذا السي تي تبعهم واطي او عالي، ما كثير بيعطينا فكره. أوكي. غير اذا كان اكثر من 30، حوالي ال 35 بنعرف انه كميه الفيروس قليله، يعني او الشخص بعده مبلش جديد او عم بيخلص من الفيروس. نعم، اكيد كمان ديبينز على الماشين، يعني ممكن تعملي بي سي ار على ماشين وتعمليه على ماشين ثاني بيطلع في فرق. ديبينز كمان على السامبل، كيف كان البروتكشن تبع السامبل، اذا انتزع اذا ما انتزع، اذا اتاخذ بطريقه مضبوطه. يعني انا اذا عندي كميه فيروس كبيره وما اتاخذ السامبل بشكل منيح راح يطلع السي تي تبعي عالي. لهيك عم بيطلع اوكي في فرق بالسي تي او لخبطه بالسي تي، بس كمان لخبطه بالنتائج، يعني شيء بوزيتيف وشيء نيجاتيف بفحوصات البي سي ار. اللخبطه بالنتائج هي اذا بنقول فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف، يعني ممكن الشخص يكون عنده كورونا فيروس بيطلع البي سي ار نيجاتيف، ما بيكون الفحص غلط، بيكون الفحص في يكون الفحص غلط اذا ما اتاخذ بطريقه مضبوطه، بس اذا اتاخذ بطريقه مضبوطه وانحفظ بطريقه مضبوطه وانشغل مضبوط في برضه يكون نيجاتيف، خصوصي باول فتره من الانفكشن. يعني مشان هيك نحن الشخص يلي بيعمل عوارض كورونا فيروس ما بنقول له دغري من اول يوم تعمل بي سي ار، بي سي ار بده بالقليله تقريبا 72 اورز. يعني مشان هيك نحن ما بنقول للمريض يعمل بي سي ار دغري، واذا عمل وطلع نيجاتيف ونحن شاكين انه عنده كورونا بنقول له يعيد الفحص بعد 72 اورز 72 ساعه. سو هيدي وحده من الحالات اللي بيطلع فيها البي سي ار نيجاتيف بس بيكون مريض عنده بوزيتيف ريزلت، يعني بيكون عنده كورونا. نعم. من ناحيه ثانيه اذا الشخص طلع عنده كورونا يعني بي سي ار بوزيتيف، هل معقول يكون النتيجه غلط؟ هيدي القصه بتصير بالنوادر، بده يكون في كونتامينيشن للسامبل، بس هيدي بتصير يعني اتس ريلي اتس فيري رير، لانه البي سي ار لما يطلع بوزيتيف خصوصي لما يكون الشخص عنده عوارض يعني ديفينتلي عنده كورونا فيروس. أوكي. بس بتصير انه اوقات يكون ريزلت فولسلي بوزيتيف، يعني بطريقه خاطئه يكون بوزيتيف، بس هيدي من النوادر لتصير. دكتور سؤال على السريع هلا ننسي بس شوي، اخر سؤال لانه ذكرناه بالاول قبل ما نختم الفقره معك، لمريض كورونا يمكن صار باخر المراحل او اللي يعني شيء انه عمل التست طلع نيجاتيف يعني بطل مصاب، هل
فيهم يمارسوا الرياضة أو إلها تأثير على الرئة وبدنا رياحة جسدية؟ سؤال كثير مهم، لأنه هلأ نزل مؤخراً بأرتيكل بنيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن عن سموه exercise post coronavirus، يعني ممارسة الرياضة من بعد التهاب الكورونا. إجمالاً حيلا شخص عنده كورونا فيروس بده ينطر يكون له أسبوع من دون عوارض كلياً ليبلش ممارسة الرياضة، ولازم تكون بأول أسبوعين مايلد، يعني ممارسة رياضة خفيفة، ما لازم يعمل مجهود قوي بأول أسبوعين، وبعدين بيرجع بروجريسفلي بيزيد شوي شوي. بس بدي أقول شغلة كتير مهمة كمان، العلاقة بدرجة الإصابة، يعني إذا شخص أخذ كورونا فيروس وعمل التهابات رئوية حادة وعايز أكسجين وفات على المستشفى شيء، وإذا شخص عمل الكورونا فيروس وعمل عوارض خفيفة وصح بسرعة منها شيء تاني. طبعا الشخص اللي بيكون مودريت وسيفير، يلي عمل التهاب قوي نسبيا وعاز استشفاء وعاز اكسجين، ما لازم ابدا يمارس الرياضه قبل ما يرجع لطبيبه. نحن مثلا المرضى بيجوا لعنا على الكلينيك نفحصهم قبل، بنعمل لهم تيست مثلا اسمه 6 مينت ووك تيست، بنمشيهم 6 دقائق مع الساتورومتر لنشوف الاكسجين تبعهم، بناخذ فكره عن وضعهم الصحي، التوليرنس تبعيتهم، عن وضعهم الصحي، اذا عم يدق قلبهم بسرعه لما يمشوا، اذا عم ينزل الاكسجين. يعني كثير مهم خصوصي الاشخاص يلي عملوا التهاب قوي قبل ما يرجعوا يمارسوا الرياضه يتابعوا مع طبيبه. نعم شكرا. بس كمان بنفس الوقت بنقول للشخص اللي عنده كورونا ما تقعد بالتخت وبس، بدك تضلك تمشي شوي بشكل مايل، ما تعب حالك كمان، كمان تخفيف الجلطات ومشان السيركيليشن. صحيح، اهم شيء للدوره الدمويه ونتجنب الجلطات الدمويه. صحيح. شكرا لكل هالمعلومات دكتور سامر نعمه، اخصائي بامراض الرئه والعنايه المركزه. ان شاء الله المشاهدين يكونوا استفادوا. اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله هيك بنشوفك عن قريب. شكرا لك دكتور. Thank you so much.